offensive là pour l'Algérie. Le crochet. On va essayer de tourner. Oh, quel but exceptionnel. On est acrobatique. Oh là là. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة جزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنسوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم في الحلقة تاع اليوم جينا نتكلموا عن بعض اللاعبين اللي أنا الآن راني حاير واش هو السبب اللي خلي الاتحادية سواء الحالية ولا السابقة، المدرب سواء الحالي أو السابق، نعم المدرب الحالي ممكن ما عندوش معرفة تامة باللاعبين لكن عنده محيط، يعني ما دام مدرب يستدعي 23 أو 25 لاعب أكيد يقدر يعرف بقية اللاعبين. لاعبين أنا أشوفهم عندهم مستوى، لاعبين محتاجين يعني في مناصبهم لاعبين أصحاب جودة، رغم ذلك نلقاهم مهمشين. أنا كنت نقول ممكن المشكل كان في المدرب السابق، كنت نقول ممكن المشكل كان في الاتحادية السابقة، لكن إلى حد الآن مازال نفس الشيء مستمر وعلامة استفهام كبيرة. اللاعب الأول كان ضحية مدرب غير كفء، مدرب ما فهمش كيفاش عطاو له منتخب وطني أقل من 17 سنة، جاء درب عنده هذا اللاعب وقال له ماكش تصلح لكرة القدم. للأسف هذا اللاعب هو وسيم قداري، وسيم قداري اللي فاجأنا بذهابه إلى قطر وممكن حتى أنهم يجنزوه، لكن أنا ممكن هذا اللاعب الوحيد أنا اللي كوني جنس ما أقولش نعطيه حقه، ولكن من حقه الشرعي. أنت لما تجيب الإسبانيول جاي عند مدرب اللي هو مدرب فقط لأنه كان لاعب سابق ونقطة إلى السطر، ويقول لك أنت لا علاقة بكرة قدم، ومن بعد تجي الدورة هذيك تاع البحر الابيض المتوسط ونشوفوا انه المدافعين ما عندهم حتى علاقه، صح ما عندهم حتى علاقه، هنا يدخلني شك كيفاش تم اختيار اللاعبين وعلاش تم طرد قطار. لاعب عنده امكانيات، انا تفرجت عليه في اسبانيا، ما تفرجتش عليه في قطر، وما نتفرجش عليه في قطر لانه قطر انا بالنسبه لي ما نقدرش نحكم فيه على المستوى. اذا هذا اللاعب وعلاش ما نستدعوش المنتخب الاول؟ على بالي مازال تاكل يعني في قلبه ومازال تحس في نفسه انه جا للجزائر وقال له ما تعرفش تلعب كره قدم. هذه مش سهله، مش كلمه سهله، هذا مدرب لازم ما نقولش يتحاسب ولكن لازم يسال ولا يساءل. انت الان عندك مشكل في الدفاع، هذا اللاعب المفروض انك تستدعيه، على الاقل تستدعيه. احنا رانا نسمعوا انه هناك مشروع تجنيس لكن ولا مره حاولنا اننا نستدعو هذو اللاعبين. مثلا بو ناصر راح، انا نستدعيه التربص القادم، انا نستدعيه التربص القادم. اذا ما كانش فيه استدعاء اذا الاتحاديه هذه والمدرب هذا راهم عجبهم الحال وراهم عندهم يد فيه وشرب يسرى. سمحوا لي ما عنديش بالدبلوماسيه، نهضر ديريكت في الوجه. اذا ما استدعاوش المنتخب الوطني بو ناصر وقداري اسمحوا لي راهم قامت فاهمين بيناتهم، وحنا رانا ناكلو في روحنا، لانك ما عندكش الان ما عندكش مدافعين. ماندي ممكن يروح الى الاخدود السعودي، النادي هذا اللي المدرب الجزائري زكرينيو اللي يعني خلاه في القسم او الدرجه الممتازه. الان قداري وعلاش ما نستدعيش قداري اللي يوم امس فقط فاز بكاس اوروبا لاقل من 19 سنه، قداري لاعب اساسي ولا يمس مع منتخب اسبانيا، كان يلعب مع النادي الاول الفريق الاول ل اسبانيول دو برشلونه، ولكن ولعب مباراه اساسيه امام برشلونه ولعب امام اتلتيكو دو مدريد، وعلاش ما نستدعوش؟ علم الاستفهام. تقول لي تجنيس انت ولا واحد شدك باليد قال لك ما تستدعيش، معليش تستدعيه وبعدين نشوفه. وناصر نفس الشيء استدعيهم بعدين نشوف. المفروض هذا هكذا تمشي الامور. وقداري يطول يقصر يروح لاوروبا، يروح الى اوروبا يطول ولا يقصر، اذا هذا الشيء مفروض. وانا حتى انه تجنيس قداري لا اعتقد لانه الدليل مازال يلعب مع اسبانيا الى حد الان،
الى حد الان ما زال يلعب مع اسبانيا، رغم انه لعبوا مع فئه اقل من 19 سنه ما يمنعوش انه يلعب مع المنتخب القطري الاول، لانه التجنيس 5 سنين في قطر، تكون خدام في قطر كونترا يعطولك الاقامه، واذا احتاج يعطولك الجنسيه يعطولك الجنسيه الرياضيه، الجنسيه الرياضيه. الان نروح الى اللاعب رقم 2، لو نجي نشوف الظاهر الايمن، لاعب مثل فايزر، لاعب يلعب اساسي، لاعب تكون في البايرن وقبلها في كولون، بعد راح لعب في ليفركوزن ولعب في الهيرتا برلين ولعب في البريمن ولعب في كايزر سلاوتر، يعني انديه معروفه بالتكوين في المانيا، ولعب تحت يد هاينكس ولعب تحت يد بيب غوارديولا، وكان افضل لاعب في كاس اوروبا في 2017 اللي فازت بها المانيا، وكان قائد منتخب المانيا، وكان من افضل اللاعبين في كاس العالم بالمكسيك 2011 اقل من 17 سنه لالمانيا لعبت فيها النهائي وخسرته. شوفوا يعني قمه او كميه الخبره اللي عند هذا اللاعب، وبعد في الاخير ما نكونش نستدعيه في المنتخب الاول او ما نستدعيش في المنتخب الاول، رغم انه اللاعب قالها بفمه وجهرا وعلانيه أني أريد تمثيل المنتخب الجزائري، في حين رحنا جبنا لاعب أنا نحترم غيدون لكن كإمكانيات أقل من فايزر. وين راها غيدون وين راها فايزر؟ عندهم تقريبا نفس السن، تقول لي اسمه تاع غاوري في زوج اسمهم تاع غاوري، ذاك يسموها فان دين كيرخوف وذاك يسموه فايزر ميشيل، أمهم جزائرية في اثنين، إذا من حقه يلعب مع المنتخب الجزائري وعنده مستوى. إذا هذا اللاعب علامة استفهام، وعلاش ما نجيبوش للمنتخب الوطني؟ انا ثاني هذا كنت في بالي انه بالماضي ما كانش حاب يستدعيه، لكن اللي راح بالماضي وجد اتحاديه جديده وجاب مدرب جديد ومازال ما استدعيناش، علامه استفهام، رغم اننا محتاجين لاعب في ذلك المركز. عطال الى حد الان من دون نادي، مش يتدرب، باقي لنا شهر على مباراه مهمه في تصفيه كاس افريقيا، علامه استفهام ولا ماشي علامه استفهام؟ علامة الاستفهام. نروح إلى اللاعب الثالث، اللاعب الثالث هذا إبراهيم مازا، إبراهيم مازا ولاعب صانع ألعاب الهيرتا برلين، الفريق الأول، هيرتا برلين يلعب في الدرجة الثانية الألمانية، لكن يبقى اسمه هيرتا برلين، يبقى نادي عنده تاريخ، يبقى نادي يلعب دائما على الصعود، هبط فقط الموسم اللي فات، ولعب في آخر موسم في البوندسليغا كان يلعب أساسي، عادي جدا، لاعب صانع ألعاب. في مركز 8 تقدر تلعبه صانع العاب، تقدر تلعبه مهاجم ثاني، وتقدر تلعبه كلاعب محور، وحتى انك تلعبه جناح ايمن، ما استدعيناش الله اعلم. مثل انا وعندك الشايبي وعندك المفروض زي ثاني مازا ابراهيم، هذا مازا ابراهيم يلعب مع المنتخب الالماني للشبان ويلعب مع الفريق الاول اللي هيرتا برلين. احنا للاسف خلينا لاعبين مثل هذا، ورانا نتكلم على بقارة، نتكلم على اللاعب تاع كوبنهاغن أمين شيخة، أنا مانيش ننتقص من هذو اللاعبين، نعم نخلو عينين عليهم، لكن لما يكونوا يلعبوا في الفريق الأول، بقارة حتى نشوفوا مع الفريق الأول نقول لك إذا عنده إمكانيات، لأنه الأندية الرديفة تاع ألمانيا أندية ضعيفة جدا، خاصة الأندية تاع الفريق الكبير. فكروا بن عمر او اي توا عمر، قلت لكم بلي لاعب مغمور، وين راه؟ واحد يقول لك يلعب في البايرن نجيبوه، يا جماعه لاعب مغمور، قلت لكم، وحتى لما جاء مع المنتخب اقل من 19 سنه على قدو اسمحوا لي، وين راه الان؟ وين راه؟ لازم نعرفوا اللاعب وين يلعب، نفس الشيء امين شيخه، هذا وين طلعوه الكوبنهاغن، كوبنهاغن نادي متواضع كونوا صريحين، خليه ينفجر مع كوبنهاغن، هو الى حد الان ما زال يلعب 10 دقائق 5 دقائق مع كوبنهاغن الفريق الاول، خليه يلعب، خليه يكون هداف الدوري الدنماركي ومن بعد نحضره. اما الان انا بالنسبه لي راه لاعب احتياطي في نادي ضعيف اللي هو كوبنهاغن. نفس الشيء لبنقاره، حضر مع دورتموند لانه معظم لاعبيه راهم يعني عطله بسبب المشاركه الاوروبيه. اذا نتمناو انه هادو ثلاث لاعبين، وكاين لاعبين اخرين نتكلموا عليهم من بعد، مثلا هذا ديزيري بوي لاعب ران اللي راه يلعب مع منتخب فرنسا للامال، واللي البايرن راه يعمل المستحيل باش ينتدبوا، نتمنى كذلك انه هذا امه جزائريه، نتمنى كذلك نجيبوه، راح ندير له فيديو ديزيري بوي.
اوليس صعب جدا، لكن ممكن ما دام لعبش مع فرنسا يبقى كل شيء ممكن. احبتي نتوقف عند هذا الحد لانه كاين لاعبين كثر، لكن ركزنا على مازا على فايزر وعلى قدار. احبتي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.